ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض التوتوريال التاني ازاي نحسب النوميريكال ميجر. انا عندي النوميريكال ميجر متقسمه عندي الى حاجتين، لو عندي داتا ungrouped ولو داتا عندي جروب. ان جروب داتا اللي هو عندي مثلا شويه ارقام 10 مثلا 15 رقم، فانا هحسب لهم النوميريكال ميجر بتاعتي ونشوف ايه انواع النوميريكال ميجر. عندي الجروب داتا لو الداتا عندي من ايه، لو كانت في شكل فريكوانسي ديستريبيوشن دي. لو كانت في شكل ايه كده دوت، لو داتا عادية داتا ست عادية ريال داتا، ولو هي محطوطة في شكل تيبل ازاي ان انا احسب. طب انا عندي انواع النوميريكال ميجر او النوع من الميجرز عندي. اول حاجة هشتغل عليها النهاردة هشتغل بس اللي هو النوميريكال ميجر. في حالة for ungrouped data انا عندي اول نوع من الميجرز هو الميجر of central kids. الميجر اوف سنتر تنزي ان انا ازاي ان انا مثلا عايز اجيب المين، عايز اجيب الميديان، عايز اجيب الكوارتايل البرسنتايل، اي حاجه بتمثل لي موضع الداتا دوت او متوسط الداتا. النسبه مثلا نسبه 50% تمثل لي قد ايه، كم رقم مثلا نسبه 30%، كل دي حاجات انا بحسبها عن طريق الميجر اوف سنتر سنتر تنس. طب اول حاجه ان انا احسبها اللي هو المين، اللي هو انا عندي الرمز بتاعه الايه الاكس بار. طب الاكس بار ده بيساوي ايه؟ المين بتاعي اللي هو بيساوي سميشن في الاكس اي كلها اوفر الان. طب الاكس اي دي اللي هي الارقام بتاع داتا، يعني مثلا لو انا عندي مثلا ارقام بالشكل ده، مثلا 2 5 7 9 10، تمام كده. طب انا عايزه احسب المين، الاكس بار اللي هو هيساوي ايه؟ هيساوي ان انا اجمع كل الارقام دي، يعني انا عندي 2 بلس 5 بلس 7 بلس 9 بلس 10 واقسمهم على ايه؟ عددهم اللي هو كام؟ 5، واطلع الايه؟ ان كده انا عملت جبت حسبت اول حاجه الاكس بار اللي هو المين اللي هو متوسط الداتا، تمام، اللي هو الافريج بتاعي. تاني حاجة ان انا بحسبها الميديان. الميديان دوت هو الرقم اللي بينصف لي الداتا لجزئين متساويين، تمام كده. طب عشان اقدر احسب الميديان لازم ان انا في تو ستيب. اول ستيب، اول حاجة لما اجي احسب الميديان لازم اعمل ارينج للداتا من اصغر رقم لاكبر ايه رقم، الرقم الصغير الرقم ايه الكبير. طب تاني حاجة ان انا احسب الايه البوزيشن، مكانه او الترتيب بتاعه او الاوردر بتاعه. طب ده بيساوي ايه؟ بجيبه ازاي؟ بجيبه ان بلس 1 اوفر ايه 2، تمام. انا ممكن مثلا عندي هنا 5 ارقام والارقام دي خلاص مترتبة. طب انا عايزة الميديان هو الرقم اللي في النص اللي بينصف لي داتا اللي هو عبارة ايه عن ايه 7، في قبليه رقمين وفي بعديه ايه رقمين. يعني انا عندي هنا ان الميديان بيساوي ايه 7. طب لو كانوا 6 ارقام، لو انا مثلا كنت حاطه هنا مثلا كمان حطيت هنا 15، يبقى لو الميديان لو هم مثلا ايه عدد زوجي فاروح واخده الرقمين اللي في النص واجمعهم واقسمهم على ايه؟ على الاثنين. دوت لو حسبت الميديان بالطريقه اللي هي ايه العاديه
اللي هو مثلا لو عندي شوية ارقام كده صغيرة. طب لو انا عندي ارقام كتير هعمل ايه؟ هفضل بقى ان انا اكتبهم واحطهم قدامي ومثلا عندي حوالي 40 رقم 50 رقم؟ لا طبعا. فانا على طول استخدم ايه؟ القانون بتاع الميزان اللي هو n بلس 1 اوفر 2. طب هنيجي نحسبه ازاي؟ لو انا مثلا بتكلم على هنا ادي ده 6 ارقام صح كده؟ طيب يبقى انا ال n ب 6 يبقى 6 بلس 1 ايه؟ 7. وانا هحسبها طريق قانون يبقى هنا 6 بلس 1 over 2 يعني 7 over 2 بيساوي 3.5. طب الرقم ده ما بين رقمين كام؟ انتجر يعني مثلا 3.5. ما بين رقم كام وكام؟ مش ما بين الثلاثة والاربعة، يبقى ما بين الرقم اللي ترتيبه 3 والرقم اللي ترتيبه 4 هو ده. ده رقم ترتيبه 3 ليه؟ لان انا ادي 1 ده رقم ترتيبه 1 وده رقم ترتيبه 2 وده رقم ترتيبه 3 وده رقم ترتيبه 4. يبقى هنا ده الرقم اللي ترتيبه التالت وده الرابع، هاخدهم اجمعهم واقسمهم على الاثنين يبقى انا حسبت الميزان. تمام كده؟ ده لو رقم ديسم. طب لو رقم صحيح، لو طلع مثلا رقم 3 بس يبقى انا خلاص هاخد الرقم اللي ترتيبه 3. وهنشوف مع بعض في الامثله. طيب تالت حاجه المود. المود هو الرقم الاكثر تكرارا. اكتر رقم بيتكرر عندي، يعني زي مثلا لو عندي بالشكل ده طب ايه اكتر رقم بيتكرر اللي هو الايه 18، يبقى ده هو ده المود. طب لو لقيت مثلا عندي كمان 20 يبقى انا هنا ايه اكتر ارقام بتكرر؟ ال 18 وال 20 طالما نفس التكرار، لما نفس عدد التكرار. لكن مثلا لو انا عندي هنا كمان 18 لا انا بشوف الاكتر يبقى انا هاخد ال 18 مش هاخد ايه ال 20. بعد كده رابع حاجه عندي الكوارتايلز. طب الكوارتايل انا عندي الداتا تعتبر ايه؟ 100% يعني من 0 لحد ايه 100. طب لو انا عايزه اقسم الداتا دول الداتا دي لاربع اجزاء متساويين، كل جزء هياخد كام؟ هياخد 25%. يعني انا لو قسمتها لاربع اجزاء متساويين هي ده 25 وده 25 وده 25% وده 25%. طب بعد اول 25% من الداتا عندي الفيرست كوارتايل، بيقع على ايه؟ الفيرست كوارتايل اللي هو الربع الاول. يبقى الربع الاول هو بيمثل لي 25% من ايه؟ من الداتا. طب بعد 50% من الداتا ده بيمثل لي كام؟ اللي بيمثل لي اللي هو السكند كوارتايل. وخلي بالكوا السكند كوارتايل هو الميديان. طب بعد 75% من الداتا عندي الايه؟ الثيرد ايه؟ كوارتايل. ازاي بقى نحسبهم؟ نشوف مع بعض. ادي عندي الفيرست كوارتايل طيب الفيرست كوارتايل اللي هو ال Q1 ده بيمثل لي 25%. طب احسبه ازاي؟ لازم برضو الداتا لازم تكون معمول لها ارينج. دايما في الكوارتايل لازم الداتا معمول لها ارينج. طب بحسب ايه؟ البوزيشن او الاوردر. طب البوزيشن بتاعه اللي هو n بلس 1 اوفر 4. ليه انا قسمته على 4؟ هو ال n بلس 1 ثابت، قسمته على 4 ان هو بيمثل لي 25% من ايه؟ من الداتا. يبقى اللي هو على ربع، هقسم على ربع. طب بعد كده انا عندي السكند كوارتايل. طب السكند كوارتايل اللي هو بيساوي الميديان، اللي هو انا عندي ال Q2 بيساوي برضو ان انا هحسب له البوزيشن. طبعا هو النص اللي هو 50% صح كده؟ يعني انا عندي n بلس 1 اوفر 2. عشان كده انا قسمت الميديان على ايه؟ قسمتها على 2، يعني بقسم على النص. طيب بعد كده انا عندي الثيرد كوارتايل ان عندي اللي هو ال Q3 ده برضو احسب له البوزيشن بتاعه اللي هو 3 في n بلس 1 اوفر
4 ضربت n بلس 1 في 3 ارباع اللي هو بيمثلني 75 في الـ a في الـ دي طبعا 50%. تمام كده؟ طيب طب لو انا عايز احسب اي نسبه ثانيه غير الكوارتايل اللي هو خامس حاجه طيب بعد كده لو انا عايز اخر حاجه ان انا عايز احسب البرسنتايل البرسنتايل عندي ان انا بحسبه برضو ان انا اجيب البوزيشن اللي انا بقول البي في ان بلس 1 يعني هو مثلا سي لو عايز 10% يبقى البي دي 10% اللي هو ده بيساوي مثلا 1 اوفر 10 لو قال لي مثلا البي مثلا عايز 30% يبقى هو انا دوت هو 3 على ايه 10 هضرب الان بلس 1 في الايه في البرسنتايل النسبه اللي هو قايل عليها طبعا دوت غير مثلا لو اي حاجه غير ال 25 وال 50 وال 75 قال لي عايز الثلاثه دول يبقى انا هجيب الفيرست كوارتايل السكند كوارتايل الثيرد كوارتايل قال لي اي نسبه ثانيه 90% 70% ايا كان هستخدم قانون الايه البرسنتايل. طب نشوف مع بعض مساله بيقول لي هنا the number of car sold by each of 10 sales people in an automobile dealership during a particular month are ديني هنا 10 ارقام 2 4 7 13 12 12 14 15 عايز اول حاجه كالكوليت ال 200 وال مين والايه وال طب اول حاجه عايزين نحسب ال 200 الميديان عندي اول حاجه انا قلت لما اجي احسب الميديان بعمل ايه بعمل ارينج للايه للداتا طب انا عندي الداتا مترتبه الحمد لله من اصغر رقم لاكبر طب تاني حاجه بجيب الايه البوزيشن طب البوزيشن هنا بيساوي ايه ان بلس 1 اوفر 2 طب الان عندي بكام؟ ان قايل ان هما كام؟ 10 ارقام حتى لو مش قايل لي في المساله بعد العدد الارقام هلاقيهم ايه؟ 10 يبقى هنا 10 بلس 1 اوفر 2 اللي هو 11 اوفر 2 ده بيساوي ايه؟ 5.5 طب 5.5 ما بين كام وكام؟ ما بين الرقم الخامس والسادس فهنيجي نعد ادي ده رقم 1 2 3 4 5 6 طبعا 7 8 9 10 ده ترتيبهم يبقى هنا الميديان ما بين الرقم الخامس والسادس يبقى انا هاخد الرقمين دول يبقى انا الميديان بيساوي 10 بلس 10 اوفر 2 يبقى انا هاي بيساوي كام؟ 10 طيب بعد كده كده انا حسبت الميديان طب عايز احسب المين؟ المين عندي اللي هو عندي ان الاكس بار بيساوي سوميشن اكس اوفر الان ان انا باخد بجمع كل الارقام دي واقسم عدد يعني هنا 2 بلس 4 بلس 7 بلس لحد كام 15 اوفر عددهم اللي هو ايه 10 ده هيطلع بكام طبعا الكالكوليتر هتقول 9.86 طيب بعد كده عايز نحسب الايه المود طب المود هو اكتر رقم بيتكرر ايه اكتر رقم بيتكرر انا عندي هنا لو شفنا في الداتا انا عندي العشرة اتكررت 3 مرات بس ال 12 اتكررت مرتين يبقى هاخد اني هاخد الاعلى اللي هو اتكرر 3 اللي هو ايه رقم ايه 10 يبقى هنا 10 طب الرقم ده يعتبر رقم واحد يبقى بنسميه يوني موديل لو سي مثلا هاي كده بره الاكزامبل ده لو اداني الداتا بالشكل ده ادي 2 مثلا 5 8 8 ادي 9 10 10
مثلا 15. طيب انا هنزل الداتا دي، انا عندي ايه المود اللي هو 8 اتكرر مرتين وال10 اتكررت مرتين، يبقى اخد الرقمين طالما بنفس عدد التكرار اللي هو 8 ادي 8 و10. طب الرقم دول ايه؟ رقمين، يبقى بنسميهم باي موديل. طب لو حاجه كمان، لو مديني الارقام بالشكل ده، ادي 5 5 ادي 8 ادي 9 9 ودي 10 ودي 15 15. طب ايه الارقام النود عندي هنا؟ انا عندي الخمسه اتكررت مرتين والتسعه اتكررت مرتين و15 اتكررت مرتين، يبقى انا عندي كده ثلاث ارقام، يبقى الخمسه والتسعه والايه وال15 دول طالما اكتر من 2 يبقى ده بنسميه مالتي موديل. طب لو كلهم اتكرروا بنفس التكرار، يعني هنا لو لقينا 2 2 و5 5 8 8 9 9 10 10 15 15 يبقى ده بنسميه نمود. لو ما لقيتش اي رقم بيتكرر ده بنسميه نمود. تمام كده؟ يعني انا عندي هنا في الاكزامبل ده المود بتاعي هنا ايه؟ ما فيش اي رقم متكرر، يبقى هنا المود ما فيش وبنسميه نمود. تمام كده؟ فيها كده مشكله ان احسبت الميديان والمين والمود. طب نيجي بعد كده للسؤال اللي بعدي، هو عايز نحسب ايه؟ فايند كوارتايل ان ايه تنس ايه برسنتايل. طب الكوارتايلز هو عايز يحسب الفيرست كوارتايل والسكند كوارتايل والثيرد كوارتايل. طب احنا عارفين ان السكند كوارتايل هو هو الميديان، احنا جايبينه ب 10، يبقى كده احنا خلاص ايه جبناه، مش لازم نحسبه تاني. طب بعد كده انا عايز احسب دلوقتي الايه؟ الفيرست كوارتايل الكي 1. طب الكي 1 عشان احسبه قلت اول حاجه بجيب البوزيشن، طبعا الداتا مترتبة جاهزة، البوزيشن اللي هو n بلس 1 هقسمه على ايه؟ 4. طب ال n اللي هو 10 بلس 1 اوفر 4 اللي هو 11 على 4 هيساوي 2.75. طب 2.75 ما بين الرقم اللي ترتيبه كام وكام؟ ما بين الرقم التاني والايه والتالت، نبقى نشوف الرقم التاني والتالت اللي هو ايه؟ 4 وايه و7. يبقى هنا ال q1 اللي هو 4 بلس 7 اوفر 2 ده هيساوي 5.85. طيب بعد كده طبعا ال Q2 خلاص جبناه اللي هو بيساوي الميديان اللي هو بيساوي 10. بعد كده عايزين نحسب الثيرد كوارتايل اللي هو انا هحسب برضو البوزيشن اللي هو عندي 3 في n بلس 1 اوفر 4 اللي هو بيساوي 3 في 11 over 4 ده هيساوي 8.25. طب الرقم 8.25 ما بين الرقم ترتيبه كام وكام؟ ما بين الرقم اللي هو الثامن والايه والتاسع، يبقى انا هاخد الQ3 اللي بيساوي الثامن اللي هو ال 12 بلس رقم ترتيبه التاسع اللي هو ال 14 واقسمه على 2 اللي هيساوي كام؟ 13. كده انا حسبت الكوارتايل. طب هو عايز بعد كده ايه؟ عايز التنس برسنتايل. طيب يبقى انا هو عايز هنا التنس برسنتايل. طبعا برضو لازم احسب البوزيشن، انا قلت اللي هو ايه البي في ان بلس 1 التنس اللي هو 10% اللي هي يعتبر 1 اوفر 10 في الان بلس 1 في الايه في ال 11 دي تعتبر اللي هي n بلس 8 1. طيب ده بيساوي كام؟ 1.1. طب 1.1 ما بين الرقم اللي كام وكام؟ بين الواحد والايه والاثنين، يبقى انا هنا ال 10th percentile ده بيساوي اللي هو رقم ترتيب واحد اللي هو الاثنين بلس 4 اوفر 2 اللي هو كام؟ 3. يبقى الرقم اللي هو 10th percentile هو رقم ايه؟ 3. تمام كده؟ اللي اقل منه تنس برسنتايل معناه ان اللي اقل من الرقم دوت عباره عن 10% من الداتا، يعني هنا اقل من الثلاثه في عندي 10% من الداتا. الخمسه ونص عباره عن ايه؟ انا عندي 25% اقل من الخمسه ونص، ال 13 عندي 75% اقل من الايه؟ من ال 13. تمام كده؟
فيها كده مشكلة او نوع من النوميريكال ميجر،